حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج أسبوع البلد، أبرز ما لدينا في حلقة اليوم. موسم الحبار في المهرة، مصدر دخل للصيادين مهدد بالانقطاع. خسائر كبيرة في الممتلكات جراء تدفق السيول في أبيان. ومرضى تكسر الدم بتعز، آلام مستمرة وإمكانات شحيحة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. في شهر سبتمبر من كل عام تشهد محافظة المهرة موسم الحبار، حيث يستفيد المئات من الصيادين من هذا الموسم في إعالة أسرهم في ظل الوضع المادي الصعب الذي يعيشه المواطنون في مختلف محافظات اليمن. موسم الحبار والصعوبات التي تواجه الصيادون نشاهدها وإياكم في هذا التقرير. خلال هذه الفترة من كل عام يأتي موسم الحبار بمحافظة المهرة، ومنه يستفيد المئات من الصيادين الذين يترقبون هذا الموسم طلبا للقمة العيش وإعالة أسرهم. مع بزوغ كل فجر وحتى الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة تراهم يقبلون إلى البحر، إذ يجنون مبالغ ليست بالكثيرة ولكنها تخفف من حدة الوضع المادي المتردي للكثير من المواطنين في المحافظة. يأتي موسم الحبار أو ما يسمى بالحوك فيت في شهر سبتمبر بمختلف مناطق المحافظة، ويستمر لمدة شهرين، حيث يساعد إنتاجها بإعانة آلاف الأسر ومساعدة الأهالي على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون، إذ أن صيدها لا يقتصر على الصياد المختص فقط، بل إن المجال متاح أمام كل من أراد الصيد كونها ليست بتلك الصعوبة ويستطيع أي شخص اصطيادها. والناس ما شاء الله الآن موسم شغال، والناس تستفيد من هذا الموسم، الجميع ما شاء الله يستفيدوا كلهم، والناس تحصل شغل، مطاعم تشتغل، المديرية تشتغل. لا يقتصر موسم الحبار على أبناء مناطق محافظة المهرة فقط، بل يأتي الصيادون من مختلف المحافظات اليمنية، وتعد بحار محافظة المهرة من الأماكن المشهورة بمواسم الصيد وبتنوع أسماكها لما تمتلكه من شريط ساحلي كبير. الحبار بدايتها من شهر 9، يعني المستفيدين منها الكثير، من الصيادة الأوتار ومن الأصخاوي، المستفيدين منها كثيرا كثير المستفيدين. في السنوات الأخيرة شهدت بحار المهرة انخفاضا ملحوظا في الإنتاج العام للحبار، ما انعكس سلبا على حال المواطنين خاصة الصيادين الذين يعتمدون على البحر بشكل أساسي، حيث لا يجيدون سوى مهنة الصيد. وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن موسم الحبار يبقى أحد أهم المواسم التي تشتهر بها سواحل المهرة، ومصدر رزق للكثير من الأسر والأهالي في مختلف المناطق الساحلية بمحافظة المهرة. محافظة المهرة رغم اشتهارها بشريط ساحلي كبير جدا، ورغم أيضا تعدد وجود الثروة السمكية، إلا أن هناك معاناة حقيقية وكنا قد تناولناها في الحلقة الماضية، وهي بسبب الجرف العشوائي، وهذا الشيء انعكس حتى على هذا الموسم، موسم الحبار الذي اشتهرت به محافظة المهرة. مشاهدينا الكرام، قصر الرناد أو الرناد التاريخي بمدينة تريم في محافظة حضرموت، تقول مراجع تاريخية أنه بني قبل الميلاد. هذا القصر التاريخي يمتاز بطابع هندسي فريد، إضافة إلى السعة الكبيرة في مساحته، وأيضا القصر له امتداد تاريخي، حيث كان مركز حكم لمختلف الأنظمة التي تعاقبت على حكم تريم منذ القدم حتى اليوم. قصة هذا القصر نشاهدها وإياكم في هذا التقرير.
في موقع استراتيجي متوسط سوق المدينة يقف قصر الرناد التاريخي بمدينة تريمة في محافظة حضرموت شامخا كأقدم وأكبر القصور الأثرية في المدينة. فنون هندسية معمارية تزين واجهة القصر الخارجية وأشكال بديعة تميز غرفه الداخلية وأقسامه، ما جعل منه لوحة فنية فريدة تميز بها القصر الذي بني من الطين على تبة جبلية أسهمت في بقائه صامدا حتى اليوم. قصر الرناد التاريخي بمدينة تريم يعد من أهم وأكبر القصور في مدينة تريم ووادي حضرموت. تأسس القصر قبل الميلاد وهو يعد من القصور القديمة جدا في مدينة تريم. طبعا شهد القصر العديد من عمليات الترميم، كان أبرزها عام 1931. قصر الرناد التاريخي بمدينة تريم يحتوي على الكثير من الأسرار، ربما من أكبر أسرار القصر وجود نفق أسفل القصر يؤدي إلى خارج مدينة تريم. منذ إنشاء القصر الذي يعود تاريخ بنائه إلى ما قبل الميلاد وفق مراجع تاريخية، اتخذته السلطات مركزا سياسيا لإدارة شؤون البلاد، حيث تعاقبت عليه كل الأنظمة التي حكمت في هذه المدينة حتى الوقت الحالي، حيث يمثل حاليا مقرا للسلطة المحلية بمديرية تريم بعد إعادة صيانة جزء منه في السنوات الأخيرة. هذا القصر بناء على أيدي القدامى بتخطيط قديم، ونحن استفدنا منه لأنه كان قصر للحاكم في ذاك الوقت واستمر إلى يومنا هذا. فالقصر محتفظ بقواه عامة كونه لم يهتر، فنحن في السلطة المحلية نحافظ عليه مثل ما نحافظ على كل الأماكن، فدائما وأي خلل يظهر فيه نحن نقوم بترميمه. رمزية قصر الرناد التاريخي السياسية والإرث الثقافي والمعماري الذي يمثله جعل من المهم الحفاظ عليه، خاصة مع حاجته إلى الصيانة والتجديد نظرا لتأثر بعض أقسامه بالأمطار خلال السنوات الماضية، إضافة لاستفادة الدولة من هذه القصور وإعادة الحياة للكثير منها بعد أن هجرت منذ فترات طويلة وباتت معرضة للانهيار والاندثار. لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرية، حضرموت. إلى أبين مشاهدينا. محافظة أبين هي واحدة من المناطق التي تشتهر بغزارة الأمطار خصوصا خلال المنخفضات الجوية، ونتيجة لعدم اهتمام الجهات المعنية ببناء السدود والحواجز المائية تتسبب السيول في كل عام بخسائر كبيرة في الممتلكات وأيضا أرواح المواطنين. نتابع وإياكم هذا التقرير من أبين عن السيول. تعد أبين واحدة من المناطق اليمنية التي تشتهر بغزارة الأمطار فيها خلال المنخفضات الجوية ومواسم الأمطار، وتتدفق السيول من الجبال المحيطة بمعظم مديريات المحافظة، وتتسبب السيول في كل عام بخسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم نتيجة عدم اهتمام الجهات المعنية ببناء السدود والحواجز المائية، ما يسهم في حفظ الممتلكات الشخصية وأرواح المواطنين وإدارة الموارد المائية المتاحة وتوفير احتياجات السكان من المياه. أدت هذه الظروف المناخية إلى سقوط أمطار موسمية وشبه موسمية غزيرة جدا لم تشهدها محافظة أبين ولا المنطقة الوسطى منذ عقود قديمة، حيث أثرت التغيرات المناخية على مستوى هطول الأمطار في مناطق متفرقة من اليمن، وهذا يعطي إلى نذير أو تنبيه للمخاطر التي قد تسببها هذه الأودية. وتبقى المناطق الأكثر عرضة لأضرار السيول هي المناطق القريبة من ممرات الأودية، إضافة إلى المدن والأرياف الواقعة في الشعاب القريبة التي يفضل المواطنون العيش فيها بسبب اعتمادهم على سيول الأمطار في ري المحاصيل الزراعية
التي تشكل مصدر دخلهم الأساسي. وتشير التقارير أن أول موجة فيضان للمياه المتدفقة من السيول تداهم سكان المناطق المحيطة في غضون ساعات قليلة، وهي فترة قياسية غير كافية لإجلاء جميع السكان واتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة في ظل عدم توفر نظام الإنذار المبكر. وتتجدد تحذيرات الجهات المعنية، والتي كان آخرها تحذير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة تؤثر على عدد من المناطق في البلاد. من الأمراض الوراثية المنتشرة بدرجة كبيرة في تعز وغيرها من المحافظات مرض تكسر الدم الوراثي أو ما يعرف بالثلاسيميا. وللتخفيف من معاناة المرضى تستقبل جمعية أصدقاء الدم في تعز مئات الحالات التي تصل إليها لأخذ الدم الذي تبرع به المواطن، ولكن مع ذلك هذه لا تكفي لتغطية احتياجات المرضى من الدم والأدوية والفحوص والأجهزة. المعاناة التي يعاني منها المصابين بهذا المرض نشاهدها وإياكم في هذا التقرير. بصعوبة كبيرة تتحرك هذه الفتاة من غرفة إلى أخرى، وهي تحاول الوصول للدواء الذي يخفف عنها الألم الناتج عن تكسر في خلايا الدم. وليست الوحيدة في أسرتها التي تعاني من مرض الثلاسيميا، فقد توفي لهذه الأم 5 أطفال بفعل المرض، بينما تبقى لها 5 آخرون أغلبهم مصابون به أيضا، ومن بينهم ابنتها التي أصبحت معاقة عن الحركة. أنا حاملة للمرض ويالي وزوجي حامل للمرض، وبدو عيالنا مصابين، واحد يبدي بخير واحد يبدي مرض، وهبت لنا 10 قهالة، 5 مع ربي والباقي 9 عايشين. عاد هذه وهبة كان نقدها هنا خرج دم منه خارج، خرج بالدي من نقد حق أقل كرر أبو خلطة، كانت تخرج دم نجي نخدم من وراي وخرج من لقفة، نخدم من لقفة وخرج من نخاره، كنا نهبل ثعلب نهبل كذا كانت تنزف دم 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 دم، كان دكتور خالد الله يهب علاجات نهب ذات بطلع الحين ما عاد قلش، ها كنا نسحب له دم وها نفس علي نفس الخبر كان امراض. جمعية أصدقاء الدم في تعز تستقبل يوميا مئات الحالات التي تصل إليها لأخذ الدم الذي تبرع به المواطنون، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب شح الموارد والأدوية والدعم. احتياجات الجمعية بالدرجة الأولى قرابة الدم للمرضى اللي هم أمراض فقر الدم المنقلي والثلاسيميا، هذا من الأمراض بحاجة إلى نقل الدم، فهم بحاجة إلى قرابة الدم بالدرجة الأولى. الفحوصات المخبرية ضرورية، العاملين اللي يقوموا بتركيب الدم وأعطاء الدم وأعطاء العلاجات يجب توفير أكثر عدد منهم. إحنا الآن نعمل بكادر أقل شيء أو كل شيء، طبيب واحد في المركز و3 ممرضين ومخبريين، 2 مخبريين. الحالة فقر الدم المنقلي معظم يعني يموتوا قبل 25 سنة، يعني ما يصلوش إلى 25 سنة، إذا وصلوا ل30 سنة رحمة من الله عندهم، لكنهم يموتوا قبل 30 سنة أكيد. وتعتمد الجمعية بشكل رئيسي على التبرعات المحلية والخيرية، ولكنها لا تكفي لتغطية احتياجات المرضى من الدم والأدوية والفحوصات والأجهزة. كما تعاني الجمعية من نقص في الكادر الطبي والفني المؤهل، ومن ضعف في البنية التحتية والمعدات. وينصح الأطباء بضرورة إجراء فحوصات ما قبل الزواج من أجل الحد من انتشار هذا المرض الخطير الذي يواصل حصد ضحاياه دون رحمة. الحل الوحيد أن يصدر أمر للأمناء الشرعيين بعدم عقد أي أو إجراء أي عقد زواج إلا بالفحص الوراثي للمتزوجين، إذا ثبت أنهما حاملان للمرض لا يعقد لهمش، إذا ثبت أن واحد حامل والآخر سليم عادي يتم العقد مش مشكلة. ويقول الأطباء
أن الفحص المخبري يكشف عن حاملي جين المرض ويساعد على تجنب الزواج بينهم، وبالتالي يقلل خطر إنجاب أطفال مصابين بمرض الثلاسيميا. مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الزوم الدكتور أحمد شمسان المقرمي، رئيس الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم. مهلا وسهلا ومرحبا دكتور أحمد. من الملاحظ خلال الفترة الماضية انتشار مرض تكسرات الدم أو الثلاسيميا بكثرة سواء في تعز أو في غيرها من المحافظات، بحكم اختصاصكم لو تعطينا فقط تعريف عن هذا المرض. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمرض الثلاسيميا وأيضا مرض الأنيميا المنقلية أو فقر الدم المنقلي، هذا مرض وراثي ينتقل عن طريق جينات وراثية يكون فيها كلا الأبوين حاملين المرض أو أحدهما مريض ولا حامل المرض، فيكون يعني بعض الأطفال يكونوا مصابين بهذا المرض. بالنسبة للثلاسيميا نحتاج لنقل الدم تقريبا كل 3 أسابيع ومدى الحياة. بالنسبة للأنيميا المنقلية أخف قليلا من نقل الدم، ولكن يصابون بآلام شديدة ومبرحة ودورية إضافة إلى نقل الدم. المشكلة الرئيسية طبعا مش في كل يعني زيادة عدد المرضى، زيادة عدد المرضى هو موجودين كانوا مسبقا، نعم، الآن زاد الوعي. كيف يتم اكتشاف المرض دكتور؟ كيف يتم تشخيص المرض أو اكتشافه؟ هل تستطيعون اكتشافه مبكرا أم أن الحالات التي تصل إليكم تصل متأخرة؟ كمتخصصين نكتشفها مبكرا احنا، نعم، وكمتخصصين يعني في الشهور الأولى نكتشفها، بس الحالة التي تحول من قرى بعيدة ومن مراكز بعيدة وهذه تصار متأخرة إلى حد ما، والذي وصلها نقل الدم الدوري ونقل الدم الدوري مش عارفين السبب، فتوصلنا نشخصها ونبدأ إن شاء الله بها. يعني دكتور حتى تصل المعلومة إلى المشاهدين وأيضا نأخذ معلومة أكثر عن هذا المرض، هو مرض وراثي فقط ينتشر يعني وراثيا؟ نعم ينتشر وراثيا فقط لا غير. طبعا كريات الدم الحمراء، نعم، عندنا في الأشخاص الطبيعيين عمرها ما يقارب 120 يوم أو حوالي 4 أشهر، نعم، ولكن في حالة مرض الثلاسيميا ومرض الأنيميا المنقلية تكون الخلايا هشة وتموت في أيام. طيب ولهذا السبب المصنع الدم، نعم، أيوة، تموت خلال أيام بسيطة، أحيانا تموت داخل نقاع العظم داخل المصنع. فيحتاج الشخص إلى كما ذكرت هو مرض وراثي له علاقة بالوراثة، إذا ما هي طرق الوقاية من هذا المرض؟ ما الذي ينبغي أن يصل إلى المواطن حتى يكون عنده وعي وإدراك بهذا المرض؟ ما دام العملية عملية وراثية يجب أن نعرف من هو حامل المرض ومن المريض ومن الذي هو غير حامل المرض. حامل يعني إذا كان في طرفين حاملين المرض هذا المفروض أنه ينصحوا بعدم إكمال الزواج لأنه أطفالهم بيكونوا مصابين، والذي هم أحد الطرفين سليم، يعني لو كان واحد سليم والثاني مريض كل أطفالهم أصحاء حاملين المرض ولكنهم أصحاء لا يعانون من أي شيء ولا يعانون من نقص الدم ولا يعانون من الألم، فيجب أن يكون أحد الطرفين سليم. فالمفروض زي بقية الدول كامل أن يكون لدينا قانون يلزم الأمناء الشرعيين بعدم عقد أي يعني بعدم كتابة أي عقد نكاح، نعم، إلا بعد ما قبل الزواج والتأكد من خلو أحدهما من هذه الأمراض، نعم، يعني شخص واحد سليم من الطرفين، نعم، كافي. إذا الفحص ما قبل الزواج هو ضرورة ومهمة أيضا من أجل التأكد من سلامة الشخصين من الأمراض. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الزوم الدكتور أحمد شمسان المقرمي، رئيس الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي. إذا مشاهدينا الكرام، نعود وإياكم إلى متابعة أسبوع البلد ولكن بعد هذا الفاصل.
لكل قضية ملف، نجمع أوراقها، أحداثها وأبعادها هنا على هذه الطاولة. نفتح ملفات ونغلق أخرى في قالب يقتفي أسر الحقيقة ويعيد لها الاعتبار. في الملف المعلومة هي الأصل. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. في مأرب أقيمت أمسيات شعرية وأخرى مسرحية وفنية لإيجاد أجواء من الفسحة بعيدا عن الحرب والاقتتال، وتأتي هذه الأمسيات والاحتفالات كبداية لسلسلة ستقام بمناسبة الاحتفاء بالأعياد الوطنية. هذا التقرير من مأرب نتابعه سويا. أبدالها وأهلها صدوا قوال الانقلاب، تاسع سنة والقبائل التيرية انسابها، يوم أكبروا ساقهم ربيع عشال الذياب والقوم هنت مخالبها مع نيابها. طيلة تسع سنوات ظلت مأرب تفتقر للأنشطة الثقافية والفنية نتيجة الحرب التي شهدتها المحافظة، والآن شهدت المدينة فعاليتين في أقل من أسبوعين. هنا ليلة شعرية ماربية بامتياز، حيث استعرض الشاعران مبارك بتران المهشمي وعلي سويدان العقيلي قصائد في مختلف القضايا الوطنية. هذه الفعالية تتزامن مع ذكرى 61 لثورة 29 من سبتمبر، أيضا تتزامن مع ذكرى 9 لتأسيس مطارح مأرب. نحن حريصون على تنشيط العمل الثقافي، على أن يكون هناك حضور للمبدعين. نستضيف في هذه الليلة اثنين من كبار الشعراء في محافظة مأرب وفي إقليم سبا واليمن عموما. هذا الحضور الكبير الذي تشاهدونه دليل على أن هناك تعطش للعمل الثقافي والحراك الثقافي في مأرب بشكل عام. ويا بنتي الفكر تدرين وش يقهر الرجال إذا قام يشكي للشحيحين موضوعه، ويا بنتي الفكر تدرين وش يذبح الرجال إلى شاف أخيه من القهر تذرف دموعه. جمال الليلة الشعرية وتفاعل الجمهور وحضوره الكبير يؤكد تعطشه لهذا النوع من الفعاليات والتي غيبتها سنوات الحرب والاقتتال. أعوام ماضية سجل فيها الشعراء والمبدعون في مأرب حضورا ضئيلا، لكنهم بجهود ذاتية وبعيدا عن اهتمام الجهات المعنية أحيوا فعاليات متنوعة بين الحين والآخر. لكن مع الأسف كان هناك تغيب تام للشعراء والمبدعين للتوجيه المعنوي، سواء ممثل بوزارة الدفاع والتوجيه المعنوي، رغم من فيه اهتمام من السلطة المحلية بمحافظة مأرب بنا كشعراء، ولكن ليس هذاك الشيء المطلوب. من تبني الشاعر، تبني فكرته، طبع دواوينه، تبنيه من كل جانب يعني، ولكن أغلب الأعمال هي جهود شخصية. ولكن مهما كان جميعنا مكملين لبعضنا، اللي في الميدان في الميدان، واللي فارس كلمة فارس كلمة. تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية وتشجيع الموهوبين والمبدعين يخلق بيئة تنافسية في أوساط الشباب الذين يتطلعون إلى إيجاد ما يمكنه مساعدتهم والدفع بهم نحو تحقيق أهدافهم وخدمة مجتمعهم. خليل المليكي لبرنامج أسبوع البلد، مأرب. مشاهدينا الكرام، الطالب عبد العزيز القفان ابن محافظة شبوة رسم قصة نجاح جديدة بحصوله على المرتبة الأولى على مستوى المحافظات المحررة في إتمام شهادة الثانوية العامة بنسبة 99.88%. هذا الإنجاز حظي بفرحة كبيرة بين أهله ومحبيه في شبوة. نشاهد وإياكم لحظات استقبال الطالب في المحافظة. حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية اليمنية. في موكب فرائحي كبير احتفلت جموع غفيرة من أبناء محافظة شبوة بالطالب عبد العزيز القفان الحاصل على المرتبة الأولى على مستوى المحافظات المحررة في إتمام شهادة الثانوية العامة. شخصيات رسمية واجتماعية كانت على رأس الحاضرين لتكريم الطالب عبد العزيز، وتلقى العديد من الجوائز والهدايا القيمة من أقاربه ومحبيه، ابتهاجا بهذا الإنجاز العلمي الذي حققه ليس لنفسه فحسب، بل لكل أبناء شبوة والوطن عامة. نتشرف نحن
البريك في هذه الوكالة أن نكون لنا السبق في تكريم الطالب درع وأيضا تأشيرة عمره إلى بيت الله الحرام. سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة أثمرت عن تحقيق النجاح المستحق للطالب عبد العزيز ونيله العلامة الأعلى في شهادة الثانوية العامة بقسمها العلمي. وعرف عبد العزيز منذ صغره بتفوقه الدراسي وحرصه على تنظيم وقته بين المطالعة وإكمال واجباته المدرسية، إضافة لأوقات أخرى لممارسة هواياته المفضلة، كما كان لأسرته الإسهام الأكبر في المتابعة وتقديم النصح وتوفير البيئة المناسبة، فالتفوق ثمرة لعمل متكامل أساسه الطالب والأسرة والمدرسة. كنت أطمح أن أكون في المراكز الأولى في المرتبة الأولى منذ أنا في الابتدائي وفي المراكز الإعدادية والأساسية، ولله الحمد وفقني الله سبحانه وتعالى في المراكز الثانوية أن أكون في المراكز العليا والأولى، وواجهتني الكثير من الصعوبات طبعا في ضغوطات نفسية وقت الامتحانات، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الدعم الأسري والوالد والوالدة والكثير من زملائي الطلاب وكذلك المعلمين الذي كان لهم جهد كبير في اجتياز هذه المرحلة. أنا طموحي منذ الصغر أن أكون في المجال الطبي وأدرس في المجال الطبي، وإن شاء الله بإذن الله أن أحقق هذا الحلم وهذا الطموح. امتحانات الابتدائية في المراحل الأول والثاني والثالث وامتحانات الشهرية كانت درجات عالية جدا ومن الأوائل ومن المنافسين، ولكن ما كنا متوقعين بيجيب على مستوى الجمهورية، على مستوى المحافظة كنا إن شاء الله بيجيب الأول، فكان هذا خبر الصراحة يعني حمدنا الله وسجدنا سجدة شكر لله سبحانه وتعالى، وحصلنا أن هذا الجهد الذي بذلناه والمعاناة أنها لا راحت يعني هباء منثورا، أنها أثمرت في عبد العزيز، والحمد لله يعني فرحوا كل الأسرة وكل الأهل وكل زملائه وكل أصحابه، وكانوا كل الناس سعيدين بالمحافظة لأنها رفع المحافظة ورفع محافظة شبوة وكان فخر لها، والحمد لله يعني عبد العزيز كنا متوقعين هذا ولكن جاب فوق توقعنا. اليوم يضع الطالب عبد العزيز القفان هذا الإنجاز العلمي أمام القائمين على التعليم في محافظة شبوة على وجه الخصوص والبلاد بشكل عام، لعل الاهتمام بالمتفوقين يأخذ حقه ويطمح بالحصول على منحة دراسية لإكمال تعليمه الجامعي والمساهمة في بناء مستقبل واعد متسلح بالعلم والعمل. عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد شبوة. ألف مبارك هذا الإنجاز يا عبد العزيز مني ومن أسرة البرنامج، ونتمنى لك التوفيق في مسيرتك القادمة. نظمت طالبات ومعلمات مدرسة عائشة أم المؤمنين للبنات معرضا تعليميا ضم مجسمات جمالية وتراثية بهدف رفع المستوى التعليمي للطالبات بما تحويه من وسائل علمية حديثة شملت جميع المناهج الدراسية. المعرض في المهرة وجاء مع بداية العام الدراسي الجديد وبجهود ذاتية بهدف رفع الجانب العلمي للطالبات. نتابع. معرض علمي للطالبات في مدرسة عائشة بالغيضة يحاكي واقع المهرة قديما والحياة البدوية البسيطة، ويأتي مجسم الأنفاق ليذكر الزائرين بصعوبة التنقل بين مديرية المحافظة قبل إنشائه وكيف تغلب المواطن المهري على تلك المعاناة. بجهود ذاتية وغياب كامل للدعم الرسمي، نظمت الطالبات بمساعدة معلماتهن معرضا احتوى على مجسمات بديعة ولوحات فنية جميلة أظهرت إبداع الرسامات وفنانية التشكيل بالمجسمات في مدرسة عائشة. من أجل إحنا الطالبات صديقاتي عملنا هذا المجسمات من شان أول حاجة الطالبات من أجل أن يستفيدوا. ويهدف إلى صقل المواهب الصاعدة للطالبات وتحويل طاقتهن إلى أعمال إبداعية تبرز تراث البهرة العريقة وثقافة أبنائها الأصيلة. الهدف من هذا المعرض هو أن نرسخ في عقول الطالبات المادة المدرسية، لأن كل مجسم يحكي عن معالم، عن آثار، عن أشياء، عن مقتطفات من الذي ندرسه.
إدارة المدرسة أكدت أن الهدف الرئيسي من المعرض هو تفعيل النشاط غير الصفي بالتدرب على التقنيات الخاصة في جميع المكررات وتفعيلها عملياً، وخلق جو من المنافسة بين الطالبات وإقامة المعارض بصورة مستمرة خلال العام الدراسي. هذا يوضح الأطفال كيف يتعلموا الرياضيات، وأن الرياضيات بسيط وسهل بس تركيز وفهم. هذا مستوى من الأول لما صف تاسع، يعني هذا الأشكال الهندسية والرياضيات وجداول الضرب وهذا الزوايا المتناظرة والمتبادلة يجتهدوا، والرياضيات سهل ويشتغلوا بس فهم وتركيز يعني وسهل، ومع الوسائل هذه إن شاء الله أنه توفقوا في الدراسة. وتحتل الأنشطة غير الصفية بالمهارة حيزا مهما في العملية التربوية والتعليمية، وتعود بالفائدة المباشرة على التلاميذ، لكنها بحاجة إلى اهتمام خاص ورعاية كريمة من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة من أجل استمرارها. لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرية، محافظة المهرة. موضوع فني آخر ولكن عن قصة نجاح وإبداع. لوحات فريدة مزجت بين الرسم بالريشة والألوان والرسم بالنار والأدوات الحادة، طريقة حديثة في الرسم ابتكرها الرسام اليمني محمد الباشق، فتميز بها وأتقن عمله بمهارة عالية. نتابع هذا التقرير. لوحات فريدة مزجت بين الرسم بالريشة والألوان والرسم بالنار والأدوات الحادة بطريقة حديثة في الرسم ابتكرها الرسام اليمني محمد الباشق، فتميز فيها وأتقن عمله بمهارة عالية. محمد الباشق فنان تشكيلي، مدرب فنون تشكيلية، درست الفن دراسة، خريج جامعة الحديدة كلية الفنون الجميلة. أرسم بعدة خامات منها قلم رصاص، ألوان خشبي، مائي، أكريليك، وعديد من الخامات تصل إلى 25 خامة. طورت من بعض الخامات اللي هي بالأدوات الحادة، أصبحت الوحيد الذي يشار إليه بالبنان في اليمن برسم بالأدوات الحادة. طورت الرسم لدرجة أن ابتكرت رسم جديد وهو الرسم بالنار، تقنية جديدة، وإن شاء الله بإذن الله في صدد تطوير عدة تقنيات أخرى إن شاء الله. أستاذ محمد الباشق، هذا الأستاذ النادر، الأستاذ الرائع، الأستاذ الذي نحن نسموه ملك الإبرة، يعني قدراته بالنسبة للرسم وبالنسبة للتلوين رائعة جدا، صاحب موهبة عالية، عنده ملكة قدرة إنه يستطيع كيف يتحكم باللون، يتحكم ويواجه في الاحتفالات المباشرة طبعا، وهذا عمل صعب جدا طبعا، من أصعب الأعمال اللي يشتغل طبعا، عمل مباشر مباشرة، اشتغل بالقشط بالموس واشتغل أيضا بالنار، يعني فعمله رائع جدا من أروع الأعمال. يعني رسومات يستمتع الناظر بها ويغوص في تفاصيلها، وقد تستغرق ساعات وربما أياما وتتطلب جهودا مضاعفة بعكس الرسومات بطرق تقليدية. أنا مدرس من 2009 وأخذت التدريب من 2013، ودربت في أكثر من أماكن، معاهد ومدارس وجامعات، حاليا أدرب وأفعل ورش تدريبية لطلاب بتخصصات كثيرة، منها تخصص التصميم الداخلي، ومنها الجرافيكس، ومنهم اللي متخصصين بالرسم والألوان المعماري وغيرهم. بالنسبة لتقنية التدريب والتدريس أخذتها عدة فترات طورت فيها، أحب أنقل كل المهارات اللي اكتسبتها من خلال هذا التدريب للطلاب. يتحدث الباشق عن نفسه بأنه ليس هاويا للرسم ولا موهوبا به، بل تعلمه ودرسه وأتقنه ثم تمرس به، وأصبح عالمه الخاص حيث يعمل مدربا للرسم ويرسم أجمل اللوحات الفنية بطرق متعددة. ويكمن السر في جمال لوحاته أنها تسمح للناظر إليها أن يقرأ فكرة لوحاته، كل من منظوره الخاص. يشارك محمد الباشق بفعاليات ومهرجانات حية لتقديم أفكاره بالرسم بطرق مبهرة تشد الجمهور إليها وفي دقائق معدودة، ويحاول كل يوم إضافة مميزات جديدة إلى عالمه الخاص، حيث لا يقتصر الرسم على الريشة وحسب، بل هناك فضاء أوسع وأدوات كثر في هذا العالم يمكن للفنان أن يطلق العنان لخياله ليبدع كيفما يشاء.
رائع رائع هذا الإبداع يا محمد، ما شاء الله، نتمنى لك مزيدا من التوفيق. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى تعز، حيث افتتحت ثلاث فتيات محلا لصيانة وبرمجة الهواتف الذكية في مدينة التربة. هذا المشروع يحمل اسم جافا، والجديد أنه أول مشروع يعمل بكادر نسائي في هذا المجال، مجال صيانة الهواتف. المشروع لقي ترحيبا واسعا خصوصا من الجانب النسائي. نتابع تفاصيل هذا المشروع في هذا التقرير. بهذه الفرحة دشنت هؤلاء الفتيات افتتاح محل صيانة وبرمجة الهواتف الذكية في مدينة التربة جنوب محافظة تعز، لمواجهة التهديدات الإلكترونية التي تترصد خصوصية المرأة في الزمن الرقمي. مركز جافا لصيانة البرمجيات اللي فتح لأول مرة في مدينة التربة، هذا يمثل فكرة وحلم لآلاف الفتيات والنساء في مديرية الشمايتين أو غيره، لأنه الفكرة عامة هي بموضوع الأمان والخصوصية، فالجوارات ما ينفعش إنه نجيبها للرجال عشان لو في بهم أي مشكلة، حتى بعيدا عن موضوع الاختراقات أو إنه مواضيع ثانية. جافا مشروع مميز يختلف عن غيره من المشاريع المماثلة، كونه أول مشروع في تعز يعمل بكادر نسائي في مجال صيانة وبرمجة الهواتف الذكية، الأمر الذي لاقى ترحيبا مجتمعيا واسعا خصوصا من شريحة النساء. فكرنا بهذا المشروع في افتتاح هذا المشروع في مدينة التربة، أول مشروع لصيانة الهواتف بكادر نسائي في مدينة التربة، علما بأن الفتيات سوف يأمنن جوالاتهن وأجهزتهن ومعلوماتهن الخاصة عند فتاة مثلهن. تقول الفتيات إن هذا المشروع يهدف إلى تخفيف ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي انتشرت في الفترة الأخيرة، كون النساء ستأمن على هواتفهن في مكان يعمل بكادر نسائي متخصص. بالنسبة لمشروع جافا، هو أحد المشاريع النسائية التي تمثل احتياج للنساء والفتيات في مديرية الشمايتين، كون المشروع يهدف إلى حماية البيانات الخاصة بالنساء فيما يخص الهواتف، ويعمل على توعية النساء أيضا في كيفية حماية بياناتهن. المشروع أيضا يمثل يعمل على تعزيز تواجد النساء في سوق العمل كرياديات أعمال. تعمل هؤلاء الفتيات بحلقة متكاملة، إحداهن في استقبال الزبائن وبيع مستلزمات الهواتف، والأخريات في الصيانة والبرمجة، إذ يقدم مجافا خدمة توعوية وتعريفية لكل الوافدين إليه في تعلم طرق الأمان والحماية للهواتف الذكية من الاختراقات الإلكترونية وغيرها. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أسبوع البلد، نلتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله.